بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعزائي طلبة وطالبات المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا، الفرقة الثالثة نظم، مرحبا بكم في بث محاضرة جديدة في محاضرة إدارة المشتريات للشعبة الثالثة نظم. أتمنى في البداية إن كل طالب وطالبة يحضروا معايا ورقة وقلم، على أساس إن شاء الله هندي قوانين، لأن المحاضرة دي جزء منها نظري والجزء الثاني هيبقى عملي وتمارين، ولازم نعرف إن التمرين ده مهم جدا بالنسبة للامتحان، لأن الامتحان هيجي جزء نظري وجزء عملي. فدي المحاضرة الثانية بالنسبة للي هو العملي. طيب، النهاردة ناخد محاضرة بعنوان الرقابة على المخزون. يعني ايه الرقابة على المخزون؟ فرضا هنا المصنع بتاعنا اللي هو بدل الرجالي، هنا طبق ده طبعا بيحتاج قماش وبيحتاج ستان وبيحتاج مستلزمات اللي بيتم منها انتاج البدلة. طيب، هل الموضوع بيمشي ان احنا بنروح نشتري القماش ونصنعه في نفس اليوم؟ طبعا لا، انما احنا بنشتري الخامات وبنحطها في المخزن. فالخامات دي لو المصنع بتاعنا توسع بقى بدل رجالي وفي فتاتين حرامي وفي حرامي وبدل اطفال وفتاتين اطفال، فهنا الموضوع هيتوسع، يبقى انا كده القماش او الخامات اللي هتبقى في المخزن انا هتوه. فلازم يكون في رقابة على المخزون، يعني الرقابة على المواد الخام اللي بشتريها عشان اصنع منها الايه السلعة بتاعتي، سواء كانت بدل رجالي او فساتين حريم او بدل اطفال او فساتين اطفال. فكل ده عايز اجمع لكم ان لازم يبقى في رقابه على المخزون. يعني هنا الرقابه على المخزون هو ملاحظه المواد اللازمه للانتاج والعمل على توفيرها بما يضمن انتظام عمليات التشغيل وتقليل التكاليف وانتظام تدفق المنتجات للعملاء في المواعيد المحدده وتحسين سمعة الايه المشروع في السوق. يعني معنى كده مفهوم الرقابة على المخزون عبارة عن ايه؟ تاني، بعيد تاني، هو ملاحظة المواد اللازمة للإنتاج والعمل على توفيرها. المواد اللازمة للإنتاج اللي هي المواد الخام اللي عشان نصنع منها البدلة، وايه والعمل على توفيرها، ان لازم يكون موجودة في المخزن قبل ما أبدأ التصنيع بما يضمن انتظام عملية التشغيل، لأن المواد الخام دي لو مش موجودة المصنع والمكن هيقف. وتقليل التكاليف، يعني هنا ايه ما يكونش فيه إسراف بالنسبة للايه اثناء عمليه التصنيع. وانتظام تدفق المنتجات للعملاء في المواعيد المحدده. يعني ايه انتظام تدفق المنتجات للعملاء؟ ان هنا ان الطلبيات اللي عايزينها تجار الجمله تبقى جاهزه في وقتهم. يعني لو تاجر جمله قال لي عايز مثلا يوم واحد 5000 بدله، يبقى لازم الطلبيه تكون موجود. ده عشان يعمل ايه؟ بديها له في المواعيد المحدده عشان تحسن سمعه الايه المشروع. يبقى التاني بنقول هو ملاحظة المواد اللازمة للإنتاج والعمل على توفيرها بما يضمن انتظام عمليات التشغيل وتقليل التكاليف وانتظام تدفق المنتجات للعملاء في المواعيد المحددة وتحسين سمعة المشروع في الايه في السوق. ده بالنسبة لي ايه مقدمة كده سريعة عن الفصل الثامن الرقابة على المخزون. طيب، عايزين نشوف الكلام اللي انا قلته شكله ايه. بنقول مفهوم الرقابه على المخزون هو ملاحظه المواد اللازمه زي ما قلت لك للانتاج والعمل على توفيرها بما يضمن انتظام عمليات التشغيل وتقليل التكاليف وانتظام تدفق المنتجات للعملاء في المواعيد الايه المحدده. ده بالنسبه لي اللي هو مفهوم رقابه على الايه المخزون. طب هنا اهم العوامل التي يشمل عليها الرقابه على المخزون. يعني انا براقب على المخزون بعمل ايه؟ بحدد الأصناف وبحدد الكميات وبحدد عمليات تسليم والتسلم. يبقى تحديد الأصناف، تحديد الكميات، تنظيم عمليات ايه استلام المخزون ايه في البضاعة، اللي هو استلام وتسلم ايه البضاعة. يبقى دي العوامل التي يشمل عليها الرقابة على ايه على المخزون. يبقى انا ليه براقب على المخزون؟ عشان اعرف كم صنف في الايه في المخزن. طب ليه براقب على المخزون؟ عشان اعرف الكميات اللي موجودة قد ايه. يعني كل صنف، فرضا البدل الرجالي ده فمثلا ايه اتواب سودا وتواب بني وتواب رمادي اللي هي الوان البدل. فانا بعرف هنا بعرف الصنف بتاع الايه اللون الاسود كام واحد، او لو كان هنا صنف شغال كذا منتج
حريم ورجالي، فاعرف ايه صنف الرجال قد ايه وصنف الحريم قد ايه والكميه بتاعتهم، يعني مش بعرف الصنف ازاي، وبعد في نفس الوقت ايه اعرف كم استلام قد ايه في الايه في المخزن. طب انا بسال نفسي ايه اهميه الرقابه على المخزون؟ انا اهميه الرقابه على المخزون دي بتنتج من تحديد الكميه الاقتصاديه للطلب وتحديد نقطه اعاده الطلب وتخفيض المخزون الى اقل ما يمكن، وقد يتمكن المشروع من تحديد كميات المخزون بدقه اذا كانت الظروف في حاله استقرار. يعني هنا ايه امتى انا بحدد اللي موجود في المخزن بدقه؟ لو كانت الظروف عاديه ايه والامور ايه مستقره، يبقى ايه بنقول اهميه الرقابه على المخزون تنبع اهميه الرقابه على المخزون من الاهميه الخاصه بتحديد الكميه الاقتصاديه للطلب وتحديد نقطه اعاده الطلب وتخفيض المخزون الى اقل ما يمكن، وقد يتمكن المشروع من تحديد كميه المخزون وبدقه اذا كانت الظروف في حاله ايه استقرار. اما اذا كانت الظروف غير مستقره فذلك يؤثر على كل منه، زي ما احنا في الظروف اللي احنا فيها فيها بالنسبه لفيروس كورونا، الامور هنا غير مستقره والحاله الاقتصاديه في ركود ففي خلل، فبالتالي هنا انا ده الخلل ده بيأثر على معدلات استخدام المواد، المصانع واقفه، الخلل ده بيأثر على مواعيد التوريد اللي ما فيش عاد فيه توريد دلوقتي، ما فيش بيع وشراء في السوق، برضه نوعيه المخزون من خامات او مواد مصنعه او سلع تمت الايه التصنيع. ده بالنسبه لاهميه الرقابه على الايه على المخزون. طب نيجي نشوف الكلام ده دلوقتي، اهميه الرقابه على المخزون تنبع اهميه الرقابه على المخزون من الاهميه الخاصه بتحديد الكميه الاقتصاديه. يعني ايه الكميه الاقتصاديه؟ هي الكميه التي يكون عندها اقل سعر واعلى جوده للطلب وتحديد نقطه اعاده الايه الطلب. هنعرف يعني تحديد نقطه اعاده الطلب دي يعني ايه، وتخفيض المخزون الى اقل ما يمكن، وقد يتمكن المشروع من تحديد كميه المخزون بدقه اذا كانت الظروف في حاله استقرار. اما اذا كانت الظروف في حاله استقرار زي ما احنا دلوقتي في فيروس كورونا والاضرار اللي ناتجه عنده في الاقتصاد والتصنيع والعرض والطلب، هنا ايه ده بيأثر على معدلات استخدام المواد، مواعيد التوريد، نوعيه المخزون من خامات او مواد مصنعه او ايه تمت الايه تمت التصنيع. عشان كده اما اجي اقول لك مباشره اهميه الرقابه على المخزون، يا ريت كل واحد او كل طالب وطالبه يجيب ورقه قلم يكتب معايا أهمية الرقابة على المخزون. نمرة واحد، تفادي مشكلة نفاذ المخزون. يبقى نمرة واحد أهمية الرقابة على المخزون، نمرة واحد إيه؟ تفادي مشكلة نفاذ المخزون. بعيدها تاني، تفادي مشكلة نفاذ المخزون. يعني إيه الكلام ده؟ إن أنا هنا أنا براقب على المخزون، فرضا أنا النهاردة في 15/4 عايز أنتج من المصنع بتاعي مثلا 1000 بدلة، لازم يكون موجود في المخزن مثلا 100 توب قماش. فهنا لازم اجيب الايه يبقى إيه؟ لو انا رحت وما لقيتش يبقى المصنع هيقف، يبقى انا هنا ايه براقب على المخزون عشان افاده ايه نفاذ المخزون. برضو ايه من ضمن الاهميه مواجهه التغيرات في الانتاج والطاقه. يعني ممكن ايه السوق دلوقتي في ارتفاع في طلب، ببقى عارف انا في المخزن قد ايه وبنتج على اساسه. طب في الوضع اللي احنا فيه في ركود، يبقى انا ما اروحش اشتري واحطه في المخزن لان دي بقى دول مخزون راكب. ثلاثة، مواجهة احتياجات السوق ايه المتغيرة. الوقت احنا في حالة ركود، هل نحتاج انتاج؟ لا. طب هل نحط حاجة في المخزن؟ لا. ليه؟ لأن مفيش هنا ايه؟ مفيش توريد للبضاعة أو مفيش بيع أو السوق واقف. تفادي التغيرات الفجائية والغير منتظمة، احنا دلوقتي هنا أنا براقب على المخزون، لأن يعني لو أي مصنع كان مخزن بضاعة كتيرة في المخزن بتاعه، ما البضاعه دي بفلوس، ودلوقتي مفيش بيع وشراء بنتيجه لفيروس كورونا، فهيكسب ولا يخسر؟ هنقول هيخسر. ليه؟ لانه ما راقبش المخزون اللي عنده، لان كان لازم يعمل توازن. اللي هو صحيح ما يعرفش ان في ظروف طارئه، بس هو لازم يعمل حسابه في الظروف الطارئه دي. يبقى ما يجي يقول لك هنا ايه اهميه الرقابه على المخزون، اربع حاجات: تفادي مشكله نفاذ المخزون، نمره اثنين مواجهه التغيرات في الانتاج والطاقه، نمره ثلاثه مواجهه احتياجات السوق المتغيره، نمرة أربعة تفادي التغيرات الفجائية والغير إيه؟ والغير منتظمة. الكلام اللي قلت لك في أهمية الرقابة على المخزون الشريحة قدامنا أهي، تفادي مشكلة نفاذ المخزون، مواجهة التغيرات في الإنتاج والطاقة، مواجهة احتياجات السوق المتغيرة،
تفادي التغيرات الفجائية والغير منتظم. يبقى انا كده قلت الاربع حاجات اللي هم عبارة عن اهمية الرقابة على المخزون، لان ممكن اقول لك في الامتحان اقول لك هنا المقصود او ما مفهوم الرقابة على المخزون وما اهمية الرقابة على الايه؟ على المخزون. اسئلة مباشرة والموضوع اسهل مما يكون. طيب هنتطرق لنقطة جديدة اللي هي ايه؟ اسباب الاحتفاظ بالمخزون. امتى انا احتفظ بالمخزون؟ نركز كده مع بعض. يا ريت تكتبوا ورايا. الطالب او الطالبه اللي عايزين يحرصوا على المستوى عشان يجيبوا امتياز ويتابعوا مع المحاضره لازم يكتب. اسباب الاحتفاظ بالمخزون نمره واحد، اذا زادت نسبه الشراء يمكن الحصول على نسبه خصم. يعني انا بشتري عشان احصل على نسبه خصم من الايه؟ من اللي بشتري منه. لا يمكن استلام المواد او البضاعه ما موعد طلب هذه المواد للتصنيع، يعني ما ينفعش انا اشتري اثناء ما انا عايز اصنع، لا، ده انا لازم اشتري واخزن واخد من المخزن. نظرا للتغير في برامج الانتاج يتطلب الامر الاحتفاظ بكميات من المخزون. الوقت ممكن احنا في حاله ركود، فهو المفروض يبقى المخزن قليل. طب لو انا السوق اشتغل وكورونا ان شاء الله تمشي ونعود للامن والامان وتعود مصرنا الحبيبه للامن والامان، هنا أن بالتالي لازم يكون عندي نسبه من المخزون اللي اقدر ايه اشتغل منه. خمسه، الاحتفاظ بالسلع يمكن ان يؤدي ذلك الى ارتفاع سعرها. ممكن اللي محطوط في المخزن ده يحصل طارئ يقوم رفع السعر، فهنا صاحب المصنع يكسب. يستحسن الشراء بكميات ازيد عن ما تكون الاسعار عندما تكون الاسعار منخفضه. يعني لما تكون الاسعار منخفضه في عروض يستحسن ان انا اشتري، بس بحذر. تزيد قيمه بعض الاصناف بتخزينها. ممكن هنا ايه، وده بيحصل كتير، ان ممكن حاجه سعرها يزيد نتيجه ليه؟ اللي هو تقلب الايه؟ تقلب السوق والعرض والطلب. طيب لما اجي اقول لك ان اسباب الاحتفاظ بالمخزون زي ما قلت لك، اذا زادت نسبه الشراء يمكن الحصول على نسبه خصم، يعني انا بشتري زياده عشان احصل على نسبه خصم فده بيزيد المخزون. يبقى ايه ده؟ ده من ضمن الايه؟ الاسباب اللي تخليها احتفظ بالمخزون. لا يمكن استلام المواد او البضاعه مع موعد طلب هذه المواد للتصنيع، يعني ما ينفعش اكون انا ايه؟ عايز اصنع 1000 بدله دلوقتي ولسه اروح اشتريهم من الايه؟ من مصنع الانتاج عشان ايه؟ ابدا انتجه منها في المصنع بتاعي. طيب نمرة ثلاثة، نظرا للتغير في برامج الإنتاج يتطلب الأمر الاحتفاظ بكميات من المخزون. يعني هنا لازم يكون عندي في المخزن قماش عشان أقدر أصنع منه، لأن ما ينفعش أطلب فجأة وما ألاقيش. يمكن التغلب على زيادة نفقة التخزين من الربح الذي يمكن الحصول عليه عند بيع أي سلعة. يعني هنا إيه؟ يمكن التغلب على زيادة نفقة التخزين. الوقت هنا المخزن دون ممكن يحتاج إيه مثلا؟ إيجار، عايز فلوس، وفي بضاعة والبضاعة دي ما بتتباعش. هنا لا، أما باعها ممكن إيه؟ عوضها إيه؟ ثمن التخزين ده أو إيجار المخزن. خمسة، الاحتفاظ بالسلع يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعرها. ممكن إن هنا في لحظة معينة يحصل في عروض، أما أشتري بكميات رخيصة، يعني كميات بثمن رخيص، ده ممكن إيه؟ يزود إيه؟ السعر بعد كده. يستحسن الشراء، نمرة ستة، يستحسن الشراء بكميات أزيد عندما تكون الأسعار منخفضة. نمرة سبعة، تزيد قيمة بعض الأصناف إيه؟ بتخزينها. الكلام واضح. آخر حاجة هناخدها نظري، مسؤولية الرقابة على المخزون. لو أنا سألتك، لو إحنا المحاضرة في ستاتيستكس كنت سألت مين المسؤول عن الرقابة على المخزون؟ كان حد يرد علي يقول لي المسؤول عن الرقابة على المخزون هم إدارة المواد أو إدارة المشتريات أو رؤساء أقسام المشتريات والإنتاج، يشاركون في وضع السياسات واتخاذ الإيه؟ القرارات. ده بالنسبة الجزء النظري اللي إحنا بنتكلم فيه على اللي هو ايه؟ الرقابه على الايه؟ على المخزون. طيب نشوف الشرح اللي بعد كده. لو جينا بصينا هنا، مسؤوليه الرقابه على المخزون، اداره المواد هي المسؤوله عن الرقابه على المخزون. نمره اثنين، رؤساء اقسام المشتريات والانتاج يشاركون في وضع السياسات واتخاذ الايه؟ القرارات. ده بالنسبه للجزء النظري. انا دلوقتي بتكلم بمنتهى الشفافيه وبمنتهى الامانه. اتمنى ان كل طالب وطالبه اللي سمعني وشايف المحاضرة، لأن في عتاب كبير أوي أوي للفرقة التالتة، نسبة المشاهدة مش عجباني بصراحة، فازاي هننجح؟ لازم نتابع المحاضرات، ولازم نجيب ورقة وقلم، ولازم نتعود على حل التمارين، ولازم نكتب التلخيص اللي أنا عامله لكم ده. أنا يعني ربنا يعلم المجهود اللي بذله عشان أظبط لك المحاضرة بالشكل الباوربوينت اللي قدامك ده، لحرصا عليا على مصلحتك. فانا خوفا على مصلحتك، خوفا على مصلحتك، هاتي ورقه وقلم دلوقتي عشان ننقل القوانين
او تنقله ورايا القوانين اللي اطبق بيها في التمارين اللي جايه، لان قلنا بعيد تاني وبزيد لازم يجي لك عملي في الامتحان، وده المحاضره التانيه العملي. طب ناخد اول قانون بالنسبه للرقابه على المخزون. نمره واحد، كميه فتره التوريد بتساوي كميه، ادي انا بتكلم براحه عشان اللي بينقل ورايا، كميه فتره التوريد بتساوي فتره التوريد اليومي في معدل الاستخدام اليومي. كميه فتره التوريد يعني الفتره اللي بيتم التوريد فيها دي بتساوي ايه اللي هو اتورد في اليوم في معدل الاستخدام اليومي. ده اول قانون. تاني قانون بقى نقطه اعاده الطلب. اعاده الطلب ان هنا ايه، اما يكون عندي دلوقتي المصنع اخد طلبيه اولانيه وخلصها مثلا باسبوعين، يقوم طلب طلبات تانية نفس الايه نفس الصنف، يبقى دي ايه نقطة اعادة الايه الطلب، اعادة الطلب مرة اخرى من نفس الايه الصنف. يعني نقطة اعادة الطلب كمية فترة التوريد يعني الكمية اللي تم توريدها في الحد الادنى للايه للمخزون، يعني اشوف عندي في المخزون قد ايه. يبقى انا خدت قانونين، القانون الاول كمية فترة التوريد اللي بتكتب كمية فترة التوريد بتساوي فترة التوريد اليومي في معدل الاستخدام اليومي. نقطة اعادة الطلب بتساوي كمية فترة التوريد زائد الحد الأدنى للإيه؟ للمخزون. القانون الثالث موعد إعادة الطلب. موعد إعادة الطلب بتساوي رصيد المخزون الحالي ناقص نقطة إعادة الطلب على معدل الاستخدام. موعد إعادة الطلب بتساوي رصيد المخزون الحالي ناقص نقطة إعادة الطلب على معدل الاستخدام. لو جينا بصينا في الثلاث قوانين كده قبل ما نبدا التمرين، هنبص هنا كميه فتره التوريد بتساوي فتره التوريد اليومي في معدل الاستخدام اليومي. المطلوب اللي بعدها على طول نقطه اعاده الطلب بيقول لك ايه كميه فتره التوريد، يعني لازم نعرف ان لو جبت في المطلوب الاولاني كميه فتره التوريد غلط يبقى المطلوب الثاني غلط على طول. موعد اعاده الطلب بيساوي رصيد المخزون الحالي ناقص نقطة إعادة الطلب، يعني لو جبت أنا النقطة اللي هي نمرة 2 غلط يبقى النمرة 3 تبقى غلط هي كمان، لأن مبني على غلط فهو غلط. طيب أتمنى بقى كل واحد كل طالب وطالبة يركز معايا ويكون كتب القوانين، وأنا بكتب وأنا بعرض القانون التمرين أستنى شوية عشان إيه؟ أنت في إيدك القانون أنت في إيدك القانون كتبتيه ورايا، طبقي من غير ما تشوف الحل عشان نفهم. انا اقراه كده بالراحه، بيقول لك اذا كان الحد الادنى للصنف ما هو 200 وحده وكان توريد الصنف يستغرق 7 ايام وكان معدل استخدام هذا الصنف 10 وحدات، الطالب الشاطر والطالبه الشاطره بتقوم جايبه التمرين وتقوم مطلعه الايه المعطيات اللي فيه، يعني الحد الادنى للمخزون هو كام؟ 100 وحده. الحد الادنى كام؟ 100 200 هو 200 معلش، الحد الادنى هنا كام؟ 200 وكان توريد الصنف يستغرق اللي هو ايه فتره التوريد اليومي كام؟ 7. يبقى هنا ايه الحد الادنى للصنف ما يعني الحد الادنى للمخزون 200 وفتره التوريد اليومي كام؟ 7 وكان معدل الاستخدام الصنف 10 وحدات، معدل الاستخدام هنا كام؟ اليومي كام؟ 10. يبقى انا جبت الثلاث ايه مطالب عندي طلب الثلاث حاجات اللي هم المعطيات، وتحت هنا بيقول لك هنا ايه في التمرين متى يتم موعد اعاده الطلب مع ان الرصيد الحالي للمخزون في هذا الصنف 10 هو 500. فال 500 دي بنقول عليه رصيد المخزون الحالي. يبقى اني التمرين اداني اربع معطيات. طب وطلب مني ايه؟ حاجتين. الحاجة الأولانية نقطة إعادة الطلب. نقطة إعادة الطلب. والله تعود مباشر وسهلة جدا. نقطة إعادة الطلب. أنا أجيب عشان أجيب نقطة إعادة الطلب يبقى عندي حاجتين. كمية فترة التوريد زائد الحد الأدنى للمخزون. طب أنا كمية فترة التوريد ماهيش عندي. بس أعطيني حاجتين أجيبها منهم.
والحد الادنى للمخزون عندي هنا كام؟ 200. اهي في اول التمرين اذا كان الحد الادنى للمخزون هو كام؟ 200. طب معنى كده ان انا عشان اجيب نقطه عدد طلب لازم اقول اجيب الاول كميه فتره التوريد. كميه فتره الايه؟ التوريد. طب كميه فتره التوريد تساوي ايه بقى؟ فتره التوريد اليومي في معدل استخدام اليوم. فتره التوريد اليومي في معدل استخدام الايه؟ اليوم. فتره التوريد اليومي عندي كام؟ 7. في معدل استخدام اليوم كام؟ 10. يبقى 7 في 10 ب 70، يبقى 70 وحده. يبقى انا حليتها من غير ما شفت الايه؟ من شفت الحل بتاعه. يبقى هنا ايه؟ كميه فتره التوريد بتساوي ايه؟ فتره التوريد اليومي في معدل الاستخدام اليومي، يعني 7 في 10 ب 70 ايه؟ 1. هو مش عايز كميه فتره التوريد، هو عايز نقطه اعاده الطلب. هو عايز نقطه اعاده الايه؟ الطلب. ونقطه اعاده الطلب القانون بتاع اللي انا مليتها لكم، كميه فتره التوريد زائد الحد الادنى للمخزون. واصبح الاثنين عندي، لان انا جبت من المطلوب الاولاني كميه فتره التوريد اللي هو كام؟ 70. والحد الادنى للمخزون كام؟ 200. يبقى 70 زائد 200 يبقى 270. يبقى انا كده جبت المطلوب الاول اللي هي نقطه اعاده الطلب، خلصت منه. طب بيقول لي هنا متى يتم موعد اعاده الطلب مع ان الرصيد الحالي للمخزون من هذا الصنف هو 500 وحده. انا عندي القانون بتاع موعد اعاده الطلب بيساوي رصيد المخزون الحالي ناقص نقطة إعادة الطلب على معدل الاستخدام. طب التلاتة موجودين عندي. التلاتة موجودين عندي ازاي؟ موعد إعادة الطلب اللي هو كام؟ اعطولي في التمرين من تحت 500. شايفينها؟ ماشي. ناقص نقطة إعادة الطلب اللي هي كام؟ 200 وكام؟ و70. في معدل الاستخدام هنا كام؟ 10. يبقى 500 ناقص 270 على 10. 500 ناقص 270 هتساوي 200 وكام؟ 230 على كام؟ على 10. يعني مع كده 230 على 10 بتساوي 23 يوم، يعني موعد اعاده الطلب عندي كام؟ 23 يوم. الطالب الشاطر والطالبه الشاطره هتكون ايه؟ حلت قبل ما تشوف الحل. طب نتفرج كده نشوف. زي ما شفنا هنا كميه فتره التوريد بتساوي فتره التوريد اليومي في معدل استخدام اليوم. يبقى كميه فتره التوريد اليوم عندي كام؟ 7. في معدل استخدام اليومي كام؟ 10. يبقى 7 10 بتساوي كام؟ 70 وحده. تمام. يبقى انا جبت اول مطلوب. يبقى اول مطلوب لسه، لا ما جبتش اول مطلوب ده، انا جبت دلوقتي هو مش عايز نقطه كميه فتره، لا ده هو عايز نقطه اعاده الطلب. فانا عشان اجيب نقطه اعاده الطلب لازم اجيب كميه فتره التوريد اللي هي طلعت عندي كام؟ 70 وحده. يبقى نقطه اعاده الطلب للمخزون معلش نقطه عدد الطلب بتساوي كميه فتره التوريد زائد الحد الادنى للايه؟ المخزون. يعني معنى كده نقطه عدد الطلب 70 زائد 200 يديني 270 ايه؟ واحد. يبقى ده انا كده بالحاله دي جبت المطلوب اللي هو الايه؟ الاولاني من التمرين. طبعا ده المطلوب الثاني، قلت الطالب الشاطر والطالبه الشاطره هتكون حلت قبل ما تشوف الحل. بمعنى معدل عدد الطلب بيساوي رصيد المخزون الحالي ناقص نقطه عدد الطلب على معدل ايه؟ الاستخدام. طب رصيد المخزون الحالي كام؟ 500 طولي في التمرين ناقص نقطه اعاده الطلب اللي جايبها المطلوب الثاني ناقص 270 على 10 معدل الاستخدام، دي موجوده في التمرين فوق. معدل ايه؟ الاستخدام عطالي في التمرين. يبقى 500 ناقص 270 على 10 هتساوي 230 على 10 بتساوي 23 ايه؟ يوم. يبقى موعد اعاده الطلب هيتم اعاده الطلب لهذا الصنف بعد 23 يوم عشان ابدا الايه؟ الانتاج. ده التمرين الثاني. انا مش هبدا اعرض الا لما كل حل. يعني سيبكم كده دقيقتين بينكم وبين نفسكم، انتوا كاتبين القانون ورايا وحلينا التمرين الاولاني، نتدرب بقى نحل التمرين الثاني ده لوحدنا. طب نقراه كده مع بعض. بيقول لك هنا الحد الادنى لصنف ما في مشروع صناعي هو 200. الحد الادنى، يبقى الحد الادنى لصنف ما يبقى ده ايه؟ ال 200 دي الحد الادنى للايه؟ للمخزون. ومعدل الاستخدام الشهري، معدل الاستخدام هنا كام؟ 300 واحد. وفتره التوريد هنا ايه؟ فتره التوريد عندي كام؟ فتره التوريد كام ايه؟ شهرين. شهرين. المطلوب تحديد نقطه اعاده الطلب. احنا اتفقنا ان نقطه اعاده الطلب هتيجي منين؟
الحد الادنى للمخزون في كميه فتره ازاي كميه فتره التوريد. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ نقطه عضله لازم يكون عندي الحد الادنى للمخزون زائد كميه فتره الايه التوريد. طب انا دلوقتي هنا انا مفيش موجود عندي كميه فتره التوريد، بس اعطيني حاجتين اجيبهم منها اللي هو معدل استخدام الشارب في فتره التوريد. يعني معنى كده نقول هنا ايه نقطه اعاله الطلب، هنجيب الاول ايه كميه فتره التوريد بتساوي معدل استخدام الشاري في فتره التوريد. انا عندي معدل استخدام الشاري عندي هنا كام؟ 300. فتره التوريد كام؟ شهرين. يبقى 300 في 2 يبقى ب 600 وحده. ده كميه التوريد او كميه فتره الايه التوريد. طب نقطه اعاده الطلب بتساوي كميه فتره التوريد زائد الحد الادنى للمخزون. طب الحد الادنى للمخزون عندي هنا كام؟ 200. يعني معنى كده نقول 200 زائد 600 اديني 800 وحده. انا كده زي الفل، يعني ايه الامور كده معايا تعويض مباشر. يبقى انا كده جبت اول مطلوب اللي هو نقطه اعاده الايه؟ الطلب. طب المطلوب التاني بيقول لي متى يتم اعاده الطلب؟ مع العلم بان الرصيد الحالي للمخزون من هذا الصنف هو 1100 وحده. طيب انا عشان اجيب موعد اعاده الطلب انا عندي القانون بتاعها. رصيد المخزون الحالي ده موجود في التمرين. ناقص نقطة اعاده الطلب اللي جبتها في المطلوب الثاني على معدل الاستخدام اللي عندي هنا كام؟ معدل الاستخدام عندي في التمرين كام؟ 30 و300. يعني معنى كده اقول 1100 ناقص 800 على 300. 1100 ناقص 800 تساوي 300، على 300 بتساوي 1 شهر. يعني معنى كده الطالب او الطالبه اللي طلعت الناتج 1 شهر يبقى طالب متميز وطالب متميزه، ويبقى يجيب ان شاء الله كده ايه؟ امتياز. طب نشوف الكلام ده الحل ده هنا في الشريحه، نشوف الدنيا ماشيه ازاي. طب الكل يكون معايا بقى دلوقتي، بنقول كميه فتره التوريد بتساوي معدل استخدام الشاري في فتره الايه؟ التوريد. طب هنا كميه فتره التوريد عندي هنا انا لازم اجيب عشان اجيب نقطه عدد الايه؟ الطلب. كميه فتره التوريد بتساوي قلنا معدل استخدام الشاري اللي هي 300، فتره التوريد 2 اللي هم الشهرين يعني تساوي 600 واحد. يبقى انا كده كميه جبت كميه فتره التوريد ضمن نقطه عدد الطلب بتساوي ايه؟ الحد الادنى للمخزون اللي هو عندي 200 اللي في التمرين زائد كميه فتره التوريد اللي هي 600 اللي انا جبتها، يبقى 200 زائد 600 ب 800 ايه؟ واحد. يبقى انا كده جبت المطلوب الايه؟ الاولاني. لو جيت ابص للمطلوب الثاني اللي هو ايه؟ موعد عدد الطلب بتساوي رصيد المخزون الحالي ناقص نقطه عدد الطلب على معدل ايه؟ الاستخدام. يبقى رصيد المخزون الحالي وعدنا هنا في التمرين كام؟ 1100 ناقص نقطة عدد الطلب اللي هي كام؟ 800 على معدل الاستخدام اللي هي 300. يبقى 1100 ناقص 800 تساوي 300، على 300 بتساوي كام؟ 1. يبقى معنى كده هنا ان موعد عدد الطلب اي عاد طلب هذا الصنف مرة أخرى بعد شهر ايه؟ 1. كده يبقى انتهينا من التمارين العملي المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة دي، وأخدنا النظري. هكتفي بكده، اتمنى الجميع ان هو يخش ويشارك ويشاهد ويبدا يغير الارقام ويحل، ده كله عشان مصلحتكم. اتمنى للجميع التوفيق والنجاح، والى اللقاء اخر باذن الله في محاضرات اخرى اونلاين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وفي رعايه الله وامنه.